حفاظا على صحة وأمن المواطن، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقرنيني أثناء خدمة شرطة الطريق من توقيف 3 أشخاص على متن شاحنة ذات مبرد بعد مراقبة الوثائق وتفتيش المقصورة، عثر بداخلها على أحشاء ورؤوس خاصة بالبقر والأغنام كانت قادمة من ولاية أضرار باتجاه ولاية الجزائر، تتمثل في 1500 كيلوغرام أحشاء، 450 رأس بقر وغنم، بالإضافة إلى 130 كيلوغرام بقر وغنم بوزن إجمالي قدره 20 قنطار. بعد المعاينة البيطرية تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، على إثر ذلك تم رفع المخالفات التالية: عدم احترام شروط التبريد، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. بعد انتهاء التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين والسارة.